نبدأ من بغداد. معاق ولاديا، يعني شاب معاق بالولادة، تم سجنه لأكثر من 4 أشهر بسبب تشابه اسمه الثلاثي مع اسم شخص آخر مطلوب. طبعا المطلوب هو هارب من السجن ومطلوب للقضاء، مع العلم أنه تشابه الأسماء هنا هو كان للاسم الثلاثي فقط، إضافة أنه هذا الشخص اللي تم اعتقاله يعني يملك تقارير طبية تؤكد أنه هو معاق يعني منذ الولادة، ويختلف كليا عن المجرم. ولكن ربما هنالك يعني مشكلة في قصته لهذا الشاب من الطارمية. خلونا نشوف. احنا عندنا معاملات، احنا نزحنا بسنة 2014، فصارت العودة كل واحد لازم باج تعريفي ويدقوه حاسبة يلا يرجع لبيته. فمن ضمن هاي أخوتي احنا 9، كل من يجي يريد يسوي الباج يقول له انت عندك اخ مطلوب. يا باش اسمه الاخ؟ قال احمد رشيد لطيف. اخويا اخذ وطلع قالهم هذا احمد رشيد مطلوب اللي بده يقولون عليه. شوفوه قالوا هذا احمد. قال عمي اخذه رجعه بالبدايه المره الاولى. المره الثانيه هم كذلك رجعوه قالوا هذا معاق. بالمره الثالثه يعني مداهمه جو للبيت، بيت اخويا، قالوا انتم عندكم احمد رشيد لطيف مطلوب. قلنا له عمي احنا هاي مساله التشابه، اخويا تشابه اسماء، احنا اخويا اسمه احمد رشيد لطيف مطر، واللي تقولون عليه اسمه احمد رشيد لطيف، وهذا الرجل هذا بالنسبه نفس الرجل مسمي على اسماءنا احنا. فقلت له هذا احنا عندنا تشابه. فقال لا مو تشابه، تشابه جيبه. فمداهمه جو للبيت على بيت اخويا، قالوا له جيبه، قال له ما موجود يمي بالعباش، قال له هسه جيب لي اياه. فجو وياه لحد ال 14، نزل اخويا للبيت اخذه وطلع. فقلنا مساله يوم التشابه يوم ثلاث اخذوه. بالبدايه اريد اعرف انه اخوك معاق من الولاده. اخويا تقاريره موجوده بان هو معاق، والديره تدري من الولاده، من الولاده معاق ومقعد على كرسي وشلل رباعي، يعني الاكل انت تاكله، النوم انت تنامه. فاخذ اخويا قال 3 أيام يطلع، بس مساله التشابه 3 أيام اخذنا، ما خلينا باب ما دقيناه، نزلناهم واحد واحد، ترينا عليهم قلنا عمي هذا معاق والدنيا والله وكل تشهد له بان هذا معاق، واذا ماذا تقاريره خليناها بالدعوه مالته. قلنا عمي هاي تقاريره موجوده بان هو معاق من الولاده. اخذوه بشهر 7 اطلقوا سراحه قبل 7 أيام على مود مساله التشابه. اللي مدعي بان هو احمد اللي مطلوب، الرجل رحنا للبيت قلنا له عمي انت مشتكي على ولد والولد هذا معاق. قال انا ما مشتكي، انا اشتكيت على واحد بسنة 2007، بال 2007 اشتكيت على واحد احمد رشيد لطيف هذا اغتالني ودبيته سجن، دبيته سجن وسجنته. مرر هاي مرحلة داعش انهزم، وهم رجعت قمت الدعوة علي نفسه هو. فهذا الرجل راح امام يم القاضي قال له امام الله اني بالنسبة لي ما مشتكي على هذا، وأنا حتى هذا أحمل ذنب من وراء هذا، من وراء أخويا. مجتمع رحت أسوي راتب بال 2016 قالوا أنا مطلوب، جو علي يتركضون شوون على عبون عافوني، وراء كم سنة أنه جو علي 2007 جو على أخويا قالوا لو جيبه لو نعتقلك، وجي علي من 2007 أخذوني ال 12-11 الله حلوني. يعني كم شهر تقريبا؟ 4 أشهر و10 أيام. زين ما شافوا حالتك ودروا بيك أنه أنت معوق من الولادة؟ ما يديهم بال ولا دايرين بال، حتى أقول لهم الحزن جواية أرحمه مال الله يقول ماكو أكو هناك واحد مواليد 2005 بولع و2 شاز وحاطين هناك.